السلام عليكم يا جماعة الخير، ورجعنا لكم بأول فيديوهاتنا في تختيم لعبة سبايدر مان مارفلز. لاوي اخواتان يا بيازيزان وخوشويستان قراينا ولاتان بيا كم فيديو بطول كردني ياري سبايدر مان مارفل يا الله با دس في ابكي كونتينيو كونتينيو بردوام بول يس 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 مارفل سبايدر مان مدبلج طبعا. نسيت اقول لكم ان اللعبه مدبلجه العربيه والدبلجه اعتقد مصريه. خلينا نسمع الدبلجه المصريه شويه. حلو يا اخي، تنقل بالبنايات جدا حلوه. اشوف الخريطة وين احنا. اوكي حلو، التنقل قواس نوا زور خوش، التنقل يعني قواس نوا بالمدينة لدرجة انه منطيك يعني مكافآت اذا تستعمل الفاست ترافل. طبعا اكو فاست ترافل. اهلا باركر، انت فين؟ لازم نواجه العرض على الاقل مره قبل وصول اللجنه. اوكي ايوه اسف، بحاول احل مشكله شخصيه، هوصل بسرعه وعد. لازم اخلص بسرعه واروح شغلي الحقيقي. نخلص بسرعه، حنخلص يا ابني، امشي يا ابني. شكل يوري طلبت الدعم. يس عصابة. اضربوا القاضية. ضربة القاضية. يس. يا نهار أبيض. حلو. صباح الخير. صباح النور حبيبي. صباحية. اوكي. حلو. تمام. اوه ماي جاد. هاتم هاتم. ورا 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 قربت اوصل، مش قادر استنى لحد ما اشوف ويني والكلبشات في ايديه. نظام الطق جدا جميل. اضرب. بس صراحة ما احس هالقد عميق. اوكي يا يوري، كله جاهز، بيحصل ايه؟ يوري؟ يوري؟ يوري. شيل الهير. لازم دعم تاني، نقفل المجال الجوي.
امشي بقى. قوم بشغلك. حسنا قوم بشغلك. يوم يومك يا ولد. يوم يومك يا ابني. انتبهوا. ايه رايح فين؟ امسك. فضي الطريق ورايا. يؤسفني اقول لك بس شكلك ما فهمتش بقى يا حبيبي. شكرا على دفعه الثقه يا رجاله. تمام. طبعا ما اعرف عداد الصوت يمكن الشغل حد صوتي واضح او العمل العدائيه بس بعدين نجري عليه تعديلات. اضرب 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 حبيبي. دورو حبيبي. مش محفي. سلم يا ابني سلم قادر ما لأصنصر المصعد. أفضل الأساليب المباشرة. أوكي تصدى يا حبيبي تصدى. سبايدر مان وضعك إيه؟ أنا طالع الأدوار اللي فوق. يا ريت ما حدش يركب الأسانسير. طياراتنا بتضرب بالنار. تقريبا في مسلحين ماشيين ورا فسك في كل دور. هو يائس عشان كده بيضربنا بكل حاجة. أنا لازم ألاقيه وأنهي ده. مش أوكي. دلوقتي سمعنا شوية كلام بيمسحوا كل السيرفرات. احنا محتاجين الدليل ده علشان نتخلص منه تماما. تمام على اوضه السيرفر. مي بتتصل لازم ارد. اهلا يا عمتي مي. ايه الدوشه دي كلها؟ بشوف فيلم بطل خارق. ايه الاخبار؟ تأكد على ميعادنا بكره بالليل على العشاء. طبعا بصي انا لازم يا كذاب نصاب. بحبك. انا كمان. اوه ماي جاد بدهم يطيروا خياله. دروح دروح تعالى. حلو دوضروب. تدري ليه اسكو عشان ما يطيروا متخيلين الامر ينتهي لصالحك. اه كومبوهات كومبوهات كومبوهات. اوه اللي بعده كومبوهات كومبوهات كومبوهات. اضرب. انا عاوز اعلم عليه. اخلص اللي بيكم رجال يتقدم. عاوز تعلم عليه ما تقدم يلا. ما تقدم يا هو في ايه يا. اوه حركة الروبوت قبل ما الادلة تختفي. دخلت من هنا هيدمروا كل الأدلة. أوه. لازم أدخل من غير ما حد يشوفني. يعني هتعمل إيه يعني؟ أوكي. ها كأنه مخصوص ليا بالذات. فعلاً هم اللعبة خصصوا إليك. صحيح فيسكي ممكن قذر بس فتحات الدهوية عنده نظيفة. بسرعة الزعيم عاوز يفتح كل حاجة. هذا قصد الجبهات درجة أولى. هو ده الدعم الفني. نسيت الباسورد. يحشش. وانا اللي كنت فاكر الاي تي في شغلي جلسين. اوه
نشوف كفاءة الأمن عندهم عاملة إيه. يا جماعة حبيبي. تنسيتوا برنامج التصحيح الأخير. بتستخبى في أوضة الخدم. ده جوب. أبقى نهلوغة. غريبة من حد بيحذف تاريخ البحث بتاعه. بعد السنين دي كلها هتفضل زي ما أنت حتة عيل جاهل. صح، بس جزء من جاذبيتي مش كده؟ أبقى نهلوغة، هذا حشاش درجة أولى. أخيرا. اكسروا الباب ده دلوقتي. متكبر قبل ما ابدا فطار. حلو. من غيري الحسين اللي كنت مسيطر عليهم هيخربوا الدنيا وهتبقى غلطتك انت. الطريق طويل وصعب يا فيسك. بس زعلان انه خلص. دي مجرد البدايه بس. طيب استعد بقى للحفل. كومبو هات. حلو الكومبو هذا بعد ما خلصان. روح. يوري في انفجار لسه. شوفوا يمكن يكون ماسك الاغلب من المكان كله. هبعت وحدة القنابل. هتأكد ان محدش في طريقه. اقتلوه وعيل. وك واحد يلا بيكم تعالوا. الطريق سالك يلا. اهلا. اعتقد ان القنابل جزء من خطه هروب ويلي. شكلهم عايزين. روح وراهم وهندور على القنابل. اوكي نروح وراهم ولا يهمك. الحقونا الحقونا الحقونا. فضوا المكان. اخلوا المبنى حالا. يلا جود. هلاقيهم. ما تخافش ما تخافش يا ابني ما تخافش. دي شغلتي. هرفعها ولما تتحرروا اخرجوا. لو قادرين تمشوا ساعدوا المصابين. اتفقنا؟ يلا 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 جود. طلب سبايدر سوبر مان. يلا سبايدر مان سوبر مان. وش المفرح؟ يلا يلا يلا. داي 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 داي. Thank you. You all تمام يا ويلي. جاي لك في الطريق. حبيب قلبي. سبايدر مان أنا يوري. إيه الأخبار يا كابتن؟ مش الأحسن. الطيارات بتاعتنا اتهجمت. اضطرينا لهبوط آخر طيارة. لو فيسك جاب طيارة مش هنقدر نمنعها من الهبوط. وين السيف؟ محدش هيلحقه لو طار بعيد. أنا ليه حاسة إن هو ده اللي كان بيخطط له طول الوقت؟ عشان يمكن ده صح. قرف. يوري. ابعتي الاسعاف هنا بسرعه. بنحاول. بس ايش اسوي؟ وين؟ منير 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 منير. اوكي ابا نخنوقه. وين راح؟ حاسبو. كفايه قوي منك ابا نخنوقه. صواريخ تاني؟ ده تبذير مش شايف كده؟ اي والله مبذرين جدا دول. عبالهم يلقونا بسوق حرج. وين اوه تعال تعال حبيبي تعال 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 تعال. اضرب وخش تضرب. ايه ده اليوم الوطني للصواريخ مثلا؟ هذا حشاش. سير سيري تعال حبيبي. اضرب اضرب حبيب قلبي. فريق القنابل عدى ده. اوه لحظة 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 ايش نسوي؟ بس منين؟ منين نروح؟ منين 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 منين؟ شو السالفة؟ هاي
بيرو ها. هدي نفسك شوية، في كفاية للكل. صح ابني، هدي نفسك يا ابني. انت خلاص. اضرب. المفروض فريق القنابل قدامنا، اتمنى يكونوا بخير. لا لا ان شاء الله يكونوا بخير ولا دير بال. انت بس حشش ومالك. انتوا كويسين؟ احنا كنا لسه هنطلب الدعم حالا. انا الدعم؟ ورينا الطريق، هنكون وراك على طول. انتبه يا زعيم. اوه. اما انت ولاد قليل ادب صحيح، ولاد شحيبر صحيح. ليه يا ابني؟ انتوا كنتوا رجال الفسك طول الوقت. دلوقتي الفكره دي مش هتخرج بره سنين. يعني خطتكم ما نجحتش، تبقى الخطه الثانيه الضرب في الوش. ايوه كده، هو ده الكلام المظبوط واللي يستحقوه. قول لهم يا بيتر، قول لهم يا سبايدر مان، قول لهم يا رجولة. اضرب يا يوري. بعض رجالتك اشتغلوا لمصلحة فيسك. الخبر الحلو انهم دفاع ويلي الاخير. انا دلوقتي برا مكتبه. خلص عليه حالا بكل سرور. بس ايش تسوي؟ خلص عليه؟ وانا اشتغل عند بيبيتج، خلص علي حالا. خلص على ابان اخنوغه؟ وين ابان اخنوغه؟ اه هذا. بتكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطه بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، انا مش هتاخر. اوه هذا واثق جدا من نفسه. انا فعلا منتهش انك عملتها. عن جد؟ بس غباءك هينتهي دلوقتي. انت متاكد من كده؟ انت عارف اني لسه شايفك صح؟ مستحمل وقاحتك 8 سنين. ماي جاد. ليه انا؟ ما كنتش تتعب نفسك. استنى فرصة مناسبة. بتتعمر تاني. تمام حالا. خلص
على هذول قبل البداية. اوه يلا 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 حركات حلو دلوقتي. لا انا هشوف الموضوع بنفسي. لا قتلوني قتلوني بس ليش المفروض شو شوي عدل هذا. لا 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 مش أكثر من طاقتي يا ابني. اضربوه علمت عليه. اوف يا موزيك يا ممل. اهدى الموضوع هيخلص قريب. اوه كسروها. لا 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 اضرب. يلا تعال ابو كرش. هذا ابو كرش كلش قوي هذا بالمناسبة. هذا هولك. او شيت. والله هذا هولك. هذا اقوى من سبايدر مان. حلوة قوي كده. مش كده بعد دلوقتي يمكن بعدين. بعدين مش خسارة فيك يا سبايدر مان. يا سبايدر يا مان. يعني هذا ابان غنوغه دمر البناية واحدة وكل شيء ما صار غير خدش واحد. اخيرا هتروح سجن رايكر. ها عارف انت هيكون لك اعداء اكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل اي جهد علشان اخلص منك. اوه لازم امشي. هي حظ سعيد يا ويلي. حاسس انك هتحتاجه. غبي انا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد شهر واحد بس وهتتمنى ان ارجع من تاني. كينج بان رايح السجن. نهاية عصر. انا لازم احتفل ويمكن اخد لي اجازه. كويس. رح لليفل 2 جود. هسه شو نسوي؟ اوكي 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 اوكي. ناخذنا هذا القدره بالبدايه حلوه.
اوكي اوكي تمام. باركر انت فين؟ اللجنة هتوصل قريب، لازم نفحص المعدات. قرب توصل بعد كذا مبنى. ايه قرب توصل. لا بلاش ده مش امان. شوف المشهورة خمس دقائق ويمك. عجبني حماس الدكتور ده قوي. أوه. بس اوقات ده بيوقعه في مشاكل، احسن أيوة. نوصل قبل ما يأذي نفسه. انا بقول كده برضو. انا بقول كده برضو بقول كده برضو معلش معلش انا بقول كده برضو ياس هو شنو انا بقول كده برضو اسف اني اتاخرت كنت واو. بداتم من غيري. مدير لجنه المنح قرب يجي. ما تقلقش يا بركر، أنا اللي اخترعت الآلة دي وهتعامل معها. جهاز تحفيل الطاقة. يا خبر. متهيألي لازم نلغيها. لسه شوية. استنى. دكتور أوكتافيوس انت كويس؟ انت كويس؟ جنة تاني. بس قربنا. حد اتصاب؟ لا بس دي غلطة. مستويات الطاقة عدت كل التوقعات. من وجهة نظر معينة ده تطور إيجابي جداً. ده مش إيجابي خالص. أأكد لك المرحلة الجاية. خلينا ما نسبقش الأحداث. أوكي. ممكن نناقش ده في مكان تاني؟ ممكن تاخد باقي اليوم أجازة يا بيتر. بس هنتكلم بعدين. كارثة فعلا. ازاي الجهاز يبوظ؟ انا عارف ان شكلك مش كويس يا صغير. يلا هات ايش نسوي. شو تسوي بهذا الايد التعبانة؟ خلينا نشوف كده فيك ايه غلط. اوكي خشو شنو الغلط فيه. لغز الحلة مثلا. يلا اوكي. دائرة الكهرباء اتحرقت. يا دي النيلة، انا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها. طب احنا هنعمل ايه؟ طيب اوكي تمام. هذا ندخل له. والله حلوة هذا ال اوكي
لا تمام جد. طيب انا لازم اغير توجيه معزز التحكم. يلا ما في مشكلة. اوه لا من هنا تمام. بس لحظة شلون؟ لا 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 لا, لا هذا ما ينفع اطلاقا. لازم نرجع لبيكن آئرة. اوه نعم نحط هذا اما جود امش لادين اها زوانا. جميل. طيب ايه بعد كده؟ ودلوقتي نعيد تظبيط الفولت. اوكي يقدر قبر شبو دانيك من هيليرا. لا خلص. آه تمام باش سابيشكا جود. بس المفروض يشتغل. هنشوف لو ينفع. ده ينفع اكيد. ده انا العبقري اللي مصمم. حلو قوي تمام. هسه بدي يتحرك بحريه. الدكتور كان بيجرب مواد جديده للاطراف الصناعيه. طلب مني مراجعه شغله لو عندي وقت. لما اعمل كده دلوقتي جود هنجي. الدكتور جرب مادة توصيل جديدة للأطراف الصناعية. زين تمام. شنو هل الألغاز المعقدة يا راجل؟ ده انتو فاكرينه هوبل ولا فاكرينه هوبل ولا فاكرينه هوبل؟ الهيدروجيل بوليمر ده مادة مركبة قوية بس مقاومتها عالية. الأحسن إن أنا أنصح الدكتور إننا ندور على مواد تانية. أنا بقول كده برضو. تمام لازم أخرج من هنا قبل ما أبوظ حاجات أكتر للدكتور. هو أنت لسه هتبوظني؟ ما أنت بوظته خلاص. كويس عامل ايه؟ سبايدر مان انا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر. ابننا لازم يتعامل زي المهمين. هو في رافت. انضم العقرب والكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم. دي شركة محترمة. انت ممكن تعدي عليا في الاسم؟ حصلت مشكلة وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزة. عشانك يا يوري انت تأمري. انا في الطريق. حلو يا زاحف.
حلقة جديدة من برنامج دي الحقيقة هتتعرض. ترى أكبر معجبيني شايف هزيمة فيسك إزاي. برنامجكم الحقائق فقط مع جي جونر جيمسون. هنتكلم عن القضايا اللي بتشغل البلد مع الفائزين بجائزة بوليتزر. مرتين للمرة الثانية محرر سابق في ديلي بيوجل يفوز بالجائزة. أهلا خذوا كتاب. وإزاي؟ معودناكم لو طلبتوا كتاب السيد جيمسون سبايدر مان تهديد أم خطر في خلال 24 ساعة هتاخدوا نسخة موقعة من غير رسوم إضافية. من غير شخصنة ما تطلبوش، مش هتاخدوه. اهلا وسهلا بكم في الحلقه. هذا اعلان للتهديد مع جاي جونا جيمسون، وبنحذركم من مصايب انتم ما تعرفوها لغايه دلوقتي. خلينا نستقبل المكالمه على طول. اتفضل. ليش من غير سبب؟ انت لازم تقدر سبايدر مان عشان هزم ويلسون فيسك، مش كده؟ اننا نخلص من زعيم عصابه ثاني ده افضل للجميع. صحيح. قول لي انت ضابط شرطه؟ نائب عام؟ طب يمكن مراسل حاصل على جوائز وعندك خبره ومخضرم في المهنه زي مثلا لا انا سباك. طيب خليك في خفتك واخرج خالص. خلينا اوضح لك حاجه بخصوص زعماء العصابات. لا انا سباك. يخرب بيتك. دلوقتي بعد ما بطلت تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايز استريح من تفاهاتهم كده. عدل، ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدلة أبيض في اسود؟ مفيش حفلة السنة دي. صرفنا كتير على دمج تقنية مراقبة أوسكار. الموضوع يستاهل صح؟ كان يستاهل لحد ساعة فاتت. النظام كله وقع في كل المدينة وفي كل برج. ازاي؟ قالوا لي إن في حد اخترق السيرفر الرئيسي وكل الأبراج مفصولة. عمل داخلي؟ ممكن، هكتشف ده بعدين. عايزين نرجع الأبراج دي ونوصلها تاني بالسرعة. عشان كده كلمتيني؟ انت لطيفة. انا كلمت شخص واثقة فيه، كمان الاشارات مشفرة وما نعرفش بتتصلح ازاي. بحب التحدي. اللي تكسره تصلحه. افتكرتك وثقتي فيا. جود. لما نبص على البرج ده اشرطة الادخال اتنقلت للقاهرة. لحظة تمام. انرفعت. جود. البرج اشتغل دلوقتي. انت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا ايه؟ ايا كان اللي عملته، هل ممكن تعمله في باقي الابراج؟ طبعا، بس عشان تعرفي لازم اظبط البرج عشان اصلحه. انا شايف كل البيانات الجنائيه في المنطقه دلوقتي. شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبه. ما تقلقيش انا مسيطر. اقتحام، هذا لازم نساعد الناس الفقراء. يلا بينا. احمي ظهري. احمي ظهري. هذا المقطع حرفيا. متأكد ان الرجالة دي ما نسيتش مفاتيحها. يلا طير في الهواء. هنعمل ايه؟ أبداً. أمال كنتوا خططتوا إيه؟ اتخباوكوا دي. روح. حلو. أنقذنا. هلقت من الخرائط. أوكي. تمام، خلصت. شكراً. أنا شايفة إن في هجوم بيحصل جنبك. أنت محظوظة يا يوري. المحقق الجامد أبو شعر أبيض المفضل ليكي هنا في البلد. إيه؟ لا، أنت وعدتني إنك مش هتعمل. الضابط العنكبوت. أرجوك لا. يبقى أنت أكيد الخاينة. ابعد يا مصر. أيوه هي المختارة. قلت لك ابعد. وأنا ما عندي غير هذول التولان. سيبني في حالي. اهدي بس يا مدام. ما تلمسني. ابعد عنها. ايوه ما
سبايدر مان. ودع حبايبك. ما تعيطش لما انصر عطل. وقف الفوضى حالا. لا. أنا هكسرك. أوه. بالخدمة بالخدمة. اضرب. امشي دلوقتي وإلا هنقتلها. سيبني. حلو. قتلتوها يا ولاد الذين. وهذا كله تمام يا فندم. عرفت ان جيمسون كان غلطان في حقك. انت غريب شوية بس قلبك حنين. هل عندك مكان تروحي؟ باخد بالي من نفسي. انا متأكد انك تقدري بس احتياطي في مكان اسمه مركز فيست. فهمت. انا مش عايزة صدقة. بيعملوا احسن كيكة في البلد معروفين. ماما كانت بتعمل لي من دول. ما كلتهمش من زمان قوي. هشوف الموضوع ده. شكرا يا سبايدي. انا سبايدر مان. سبايدر مان. أنا لازم أشوف البرج التاني من هناك. من مكانه العالي الضابط العنكبوت بيتجسس على وجهته. برج مراقبة تاني. أنت بتتكلم عن نفسك كأنك حد تاني؟ إيه؟ لا أكيد لا. القائد عمره ما فهم الشرطي العنكبوت. افتكروا سلاح دايش. انا ندمانة فعلا. يلا نرجع لبرج الثاني. هذا هم بيبقى ابراج. ابراج. حلو. انا اقدر اعدل الابراج دي عشان اتابع حاجات اكتر من الجرايم. تمام ينفتح. يعني لازم نفتح الابراج حتى ينفتح الخريطه. ابي برج يمكن وبقى خريطه كمان وبكريته باش. وهذا الجنطر رح ناخذ شيء هاي. الابراج لقطت كل اشارات الراديو دلوقتي. ومين هو واحد جنبي؟ ايه ده؟ شنطة مدرسة قديمة من أيام سنة. كنت نسيت إن حطيت فيها نقط تتبع. كم واحدة متوزعة حوالين المدينة؟ حلو. فتحنا الخريطة. جود. في سرقة حاصلة في مبنى قريب. الضابط العنكبوت هيتصرف. نص راجل نص عنكبوت كله ضابط. حلو. افتح الخزنة. افتح. ها شباب. ده سبايدر مان. اقتلوا. هلو. كده خلاص.
مجرمين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجديه دي في وظيفه حقيقيه مش هتبقوا مجرمين. والله صحيح. خلصنا منهم. تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش انت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الامن امر سهل والشرطي العنكبوت هو مش شخص مبتدئ ابدا. ارجوك روح مكان ما كنت فاكرك رايح. من النهارده الضابط العنكبوت طلع معاش رسمي. شكرا بجد، عايزه اشرب. هنحتفل كلنا الليله يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري يوري انت هنا؟ يوري انت سامعاني؟ شكلها غرقانه في مشاعر اللحظه دي. تمام. ليفل 3 جود. حاجه زفت، ما ينفعش اخلي الناس تصورني وانا بشعر صدري كده. تامر حسني. ادوات تصليح البدله في المعمل. يا ترى دكتور اوكتيفيوس راجع تاني؟ امال ايه؟ دكتور حصل ايه مع اللجنه؟ اسف قوي اني لخبطت الدنيا. عادي يا بيتر، هما قلقانين عشان قربوا من النجاح. هيتو بيعملوا كده دايما. لازم ارجع المعمل انضفه؟ لا انا هخرج اتعشى، هنكمل بكره. استراحة ونرجع لصناعة المستقبل. نفسي عبي وبيع تفاؤل الراجل ده، شكله مش راجع المعمل النهاردة. هشتغل بقى انا على بدلتي في السر. حلو. زور فشل معياري يا تمام. جود. شكل الدكتور مشي، ده وقت شغل العنكبوت. عن جد شغل العنكبوت شغل العنكبوت، ما في مشكلة. البدلة المتقطعة. باركر. دكتور اوكتيفيوس، انا ايه اللي معاك ده؟ اكل صيني؟ لو اعرف انك هنا شغال علي. مجرد مشروع جانبي. طبعا ده انت. انا مش فاهم انت بتتكلم. اوه بقولك ايه يا باركر، دي واضحة. طيب خليني اشرح. كان نفسي تقولي قبل كده. كنت عايز اقولك بس خفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكاية اتعرفت. ايوه اعتقد لو انت اللي صممت اجهزته هتبقى مستهدف زيه. ايوه تمام. ما تقلقش، سرك في بير. ماشي هسيبك ليها. هذا اول واحد انكشف سرنا قدامي. أتمنى ما يكونش الدكتور طردني.
بيتر. عنكبوت ابيض ها؟ لا ما تخافش مش حتسيبك من غير الملابس. اوكي اوكي اكيد ده هينفع. مهارات تمام. دلوقتي صح؟ عشان كده بتمنى انك تراقب الاماكن دي وتقولي على طول اول ما تلمح حاجة مريبة. معاكي، هكون سبايدر مان متطفل الحي عشانك. آه تمام. حلو حلو حلو. لحظة شو جنطة هنا خلنا ناخذه. أوهو وانا اعزائي المستمعين، رؤوس الفرشة زي ما بيسموا نفسهم ومش فاهم ليه فاكرين تحذيراتي من جريمة نظام المراقبة الأورويليان البشعة اللي كانت هتحصل في البلد. تمام، مش شغالة. عارفين ليه؟ عشان في حد كان شايف ان ده انتهاك للحريات المدنية. غلط، عشان الناس دول البيروقراطيين عملوا شبكة بتقع أكتر من عربيات الملاهي المتصدمة واللي سايقها مصطول، يعني كده ضيعنا فلوس الضرايب ومفيش سبب يخلينا نفرح بكده. هذا الفرشة أفتكر إننا قربنا من النهاية السعيدة في العالم الواقعي يا أعزائي. يوري انا في موقع يخص فيسك الاعمال البناء، شايف رجاله كتير هنا شكلهم مش بيبني. هما بيعملوا ايه؟ انا هكتشف الموضوع. رساله وصلتني من الدكتور، يظهر انه بعت فكره لجهاز جديد لسبايدر مان. هو الراجل ده مش بيوقف اختراع ابدا. اوكي جود. هناخذ هذا من خالد. واو شكل الموضوع كده هينجح. طيب نشوف. مش عارف اقرا ده، كان لازم اجيب النضاره. هايل، الدكتور هيكون فخور. حلو. الموضوع ما انتهاش. لا مش عارف، بس فاكر لما كان ولد تافه والزعيم بيكسبه في كل مره؟ افتكرت الزعيم قتل وقت كده. يمكن فعلا ليني بيقول ان في اكتر من سبايدر مان. شفت حاجه؟
حشوف نومك. حلو. ناخذ النفد. ما تقولش سبايدر مان هنا. ما تقولش سبايدر مان هنا. لا لا، هو مش هنا خالص. هو مش هنا ابدا. استنى، احمي ظهري، انا شايفه. يضرب. انا شايفه. وموتت وما اذا شايفين يعني شنو مثلا. انت عاوز اضربك. عجبك كده سبايدر مان؟ اضرب. علمه سبايدر مان ما يهزرش معانا. يا خبر، ابعدوها. عددهم زاد. اضرب. انتشروا. سبايدر مان، واضح ان احنا قدرنا نقبض على 4 تجار اسلحة غير قانونية في محيط 3 مباني. مهربين اسلحة، خلينا نشوف لو اقدر اقطع عنهم الامدادات. اضرب. انتشروا. حلو. كومبوهات كومبوهات كومبوهات. اكو واحد ثاني بعد. اوه اكو اكو اكو. شكلهم طلبوا من زمايلهم انهم يجوا. شكلهم فعلا طلبوا من زبائنهم. اهلا يا رجاله، اهلا في الحفله. قواعد المنزل، سيبوا جزامكم عند الباب، ولو ما كنتوش لابسين شرابات في الحاله دي اشتروا الشرابات الاول. اوه
تنزل تحت. تفاهم معها ممتلكات خاصة. اوه قتلني قتلني، لازم انهيها انهيها هاي للمرة الثانية. يقتلوني ليش كذي؟ ما يصير كذي يا جماعة الخير، ما يصير كذي. اهلا يا رجالة، اهلا في الحفلة. قواعد المنزل، سيبوا جزامكم عند الباب، ولو ما كنتوش لابسين شرابات في الحالة دي اشتروا الشرابات الاول. لك باب يا شرابات، انت تدمرت. علمت عليه والله يا ابا، علمت عليه. حلو، حد عايز يستسلم؟ مفيش؟ لا ايوه كده مفيش. لا 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 ناخذ الناس. تعال نفرقهم شوية. برضو بهالك يا ابن الفقرية. تمام هيجي احسن لكم. المكان اتقفل يا كابتن، الحقيقة اتغطى بالشباك. اخيرا حد بلغ عن صوت اطلاق نار، الشرطة بتتحرك في الطريق. برافو عليك فسك، عنده مواقع بناء كتيرة في المدينة، اكيد بتطل على الشارع. خلي بالك كويس وبلغني لو شكيت في أي حاجة.